وقد أولى السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه حتى تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية. وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط، بغيه بناء جزائر جديده قوامها الحق والقانون والعداله وركائزها العداله الاجتماعيه والمساواه في كنف الديمقراطيه التشاركيه تحقيقا لرفاهيه المواطن ورخائه.